بسم الله الرحمن الرحيم، ونصلي ونسلم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا حبيب الله المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم ومن اتبعه بالإحسان إلى يوم الدين. أريد نتكلم عن أحداث غرب دارفور بين الحدود السودانية والتشادية، الانتهاكات الواضحة لسيادة السودان ولحدود السودان من قبل ميليشيات تتبع للحكومة التشادية. قبل 3 أيام دخلت ميليشيات مسلحة من دولة تشاد من الولاية المجاورة للحدود السودانية، دخلت ميليشيات مسلحة ونهبت إبل وقتلت من أصحابها 2 شخصين أبرياء سودانيين، وشالت الإبل وراحت، والناس قاموا فازعين وراء إبلهم دي عشان يرجعوها. وقعوا في كمين، قتلوا منهم 18 شخص بريء سوداني الجنسية بكل سهولة وبدم بارد، قتلوهم في كمين، وجرح منهم 15 شخص آخرين. وعلى العلم ال 18 شخص 2 منهم أشقاء و2 آخرون أشقاء و2 آخرون أيضا أشقاء، يعني كلهم من أسرة واحدة، أصحاب الإبل فقط ذهبوا ليرجعوا إبلهم وقتلوهم، غير الشخصين اللي قتلوهم في الإبل بدري زمن سارقينها، ودخلوا بالإبل تشات وبالأرواح أشالوها في أرقافهم، دخلوا بها تشات ولا سائل ولا مسؤول ولا حتى الحاكم بتاع المنطقة اللي جو منها ما سألهم. فقاموا أهل الشهداء بدفن شهدائهم وفي في زمن مراسم وتشييع جثمان الشهداء. جاءهم نائب رئيس مجلس السيادة ونائب الوالي وفريق من الشرطة ولجنة أمن الولاية، جوهم هناك وشافوا الحدث ورسموا الحدث، وقالوا لهم ما تتخذوا أي قرار وما تخطوا أي خطوة وما دارين أي تجمعات إلا بعد ما نحن رأينا يقيف، نحن بنعمل اللي علينا ولجنة الولاية تعمل اللي عليها والحكومة بتعمل اللي عليها. وقام رئيس مجلس السيادة بعقد اجتماع للجنة الأمن، اجتماع افتراضي، وحضر فيه نائب رئيس مجلس السيادة عبر الفيديو. ولكن المثير في الأمر والملفت للنظر، ما أدانوا إدانة مباشرة للحكومة التشادية بانتهاك سيادة الحدود السودانية كما حصل في الفشقة وكما حصل بين الحدود المصرية السودانية وكما حصل من تشاد كثيرا. والحكومة التشادية ما أول مرة تجي تنتهك الحدود السودانية، قبل كده قبل عام أو عامين جاءت أكثر من كم عربة تشادية مسلحة مدججة بمدرعاتها بتاعت شراتها بلاند كروزراتها، دخلت في الحدود السودانية قرابة 70 كيلو متر، وجاءت جنب جوار منطقة تسمى بمنطقة أو قرية نصرة جوارها، طبعا أنا ما بعرف المنطقة جوليزا شخصيا، وحرقوا فيها موتر هناك ونقبوا الذهب وطلعوا ذهب وما في زول سألهم لغاية ما رجعوا، وما في زول سألهم ولا الحكومة السودانية سألتهم ولا حتى الحاكم بتاع المحلية دي سألهم، السودانيين الجوع دخلوا وانتهكوا الحدود دي. وقبل كده أيضا سرقوا إبل 360 رأس وقتلوا أصحابها في وادي أبو عرديب، وقتلوا منها 30 شخص بريء من العرب الرحل الرعاة المساكين الذين لا حول ولا قوة لهم إلا بالله، وشالوا إبلهم 360 رأس، وكانت سبب في أحداث جبل مون، ودخلوا الدرب لجبل مون وربطوا في جبل مون هناك واستعانوا بالمواطنين الموجودين في جبل مون، عملوا كميناك وقتلوا أصحاب وادي أبو عرديب وهم من العرب الرحل الرزيقات خاصة، قتلوا منهم هناك 30 شخص أبرياء شهداء، وذلك الحدث هزنا جدا وهز كل الشعب السوداني، وهم برضو قتلوا منهم ناس، قالوا الإبل دي ودخلوا تشاد. وجاءت الحكومة السودانية ممثلة في حاكم إقليم دارفور وهو مني أركم الناوي، وجماعة مني أركم الناوي زيغاوي، يعني الحكومة في تشات ابن عمومته ما بيعمل لهم حاجة، عشان نكون واضحين يا جماعة، أنا ما عندي مشكلة مع أهل الزغاوي لهم التحية والتقدير، لكن مني أركم الناوي الزغاوي ما بيعمل لهم أي حاجة، لأنه والدليل على ذلك ما طلع وما أدان انتهاك ده وما طلع أي بيان حول هذا الأمر ولا حتى تعزية ساكت. فالميم جاهم مني أركم الناوي وقال لهم الإبل دي خلوها علينا وأرواح الناس دي في خلال 72 ساعة أنا بجيبها لكم، وللآن 9 شهور وين الإبل دي؟ فبعد ذاك قالوا نحن لازم ناس اللي قتلوهم في جبل مون دي، اللي قتلوهم في الإبل 360 دي، نحن لازم نشيل سعرهم.
ديل الميليشيات التشادية، فجو وخشوا السودان وقالوا لازم نشيل سعر ناسنا ديل، وقتلوا شخصين وشالوا إبلهم وأهل ليبيا اللي شالوها دي، قاموا فاسعين ربطوا لهم الكمين وقتلوا منهم 18 شخص آخرين وجرحوا منهم 15. فده سبب المشكلة، أنا رويت لكم سبب المشكلة. فدي انتهاك، ده انتهاك واضح للسيادة السودانية وللحدود السودانيين، والقضية دي قضية سودانية سودانية بحث، والخزي والعار للجبناء المستهترين بموت شهدائهم وموت دماء أهلهم السودانيين. جزاكم الله خير، وانتظروني في لايف مباشر إن شاء الله تعالى في أقرب وقت، اليوم أو بكرة إن شاء الله.